كان أبي رجلاً مفعماً بالحب، كان يحتضن الأشخاص من جميع المذاهب والأديان، لم يكن رقيقاً تجاه المسلمين فقط، بل تجاه المسيحيين واليهود، بل وحتى الوثنيين. بعد أن دخل شمس في حياته، اتسعت دائرة الحب، فاستطاع أن يدخل إليها الأشخاص الأكثر سقوطاً في المجتمع، المومسات وحتى المتسولين وحثالة الحثالة. يخيل إلي أنه يحب حتى الأشخاص الذين قتلوا شمس، ولكنه لم يستطع أن يحب شخصاً واحداً وهو ابنه. هذا الاقتباس كان عن لسان علاء الدين ابن الرومي. هو بيكون عم يشكي أنه أدران أبوه يحب كل العالم، كل طبقات المجتمع، بس ما أدران يحب ابنه. بذات الوقت كمان كيميا كانت أقرب الأشخاص لشمس، ما استطاع أنه يحبها مثل ما كان يحب كل العالم، كل الموجودات على سطح الكرة الأرضية. هاي مشكلة بالصوفيين، أنه هن ممكن، أو مشكلة بالأحرى بأبطال هالرواية، أنه هن قادرين يحبوا كل الأشخاص وكل المخلوقات، وما قادرين يحبوا أشخاص كتير قراب عليهم. القاعدة 15: إن القذارة الحقيقية تقبع في الداخل، أما القذارة الأخرى فتزول بغسلها. يوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي، هو لوثة الكراهية والتعصب التي تلوث الروح. نستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام، لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا. بهالقاعدة عم يضووا على قد ايه مهم تكون نيتنا صادقة وقلبنا نظيف، وما نخلي الكره والحسد يسيطر علينا، لأنه صعب كتير أنه ننظف قلبنا من هذا الشيء، بينما أنه أي أخطاء تانية، نحن بشر وكلنا منخطئ، ففينا نطهر هاي الأخطاء بالتوبة ولا بالاعتذار من الأشخاص. فأما الكره والحسد هو صعب أنه نغيره. القاعدة 21: لا يصبح المرء مؤمناً بين ليلة وضحاها، إذ يخيل للمرء أنه مؤمن، ثم يحدث شيء في حياته فيصبح ملحداً، ثم يعود ويؤمن ثانية، ثم يصبح متشككاً، وهكذا دوالك حتى يبلغ مرحلة معينة. إننا نتردد باستمرار، هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نمضي إلى الأمام، ومع كل خطوة جديدة نزداد قرباً من الحقيقة. كل البشر بيمروا بصراعات داخلية كتير كبيرة، بأنه بيكونوا هن مآمنين بفكرة معينة، وبيصير عندهم تشككات لهي الفكرة، وبيصيروا بيحاولوا يسعوا ويدوروا لحتى يرجعوا يآمنوا بهالفكرة، وهيك وبيستمر الوضع، بيآمنوا بفكرة وبيرجعوا ممكن يشك إيمانهم بهالفكرة، وبيرجع بيبحثوا وبيسعوا وبيلاقوا جواب، وهيك وبتستمر الحياة لحد ما يتوصلوا لمرحلة إنه هن إيمانهم ما عاد فيه أي تشكك. كتير شيء طبيعي إنه نكون مترددين وعنا هذا الصراع الداخلي، بس المهم والأهم شيء إنه نحنا نسعى لنلاقي جواب، ونسعى بقلب نظيف، مو لنلاقي جواب تبرير لأخطاء ولا هي. خلينا نسعى لنلاقي الجواب الصحيح. القاعدة 24: يتبوأ الإنسان مكانة فريدة بين خلق الله، إذ يقول: ونفخت فيه من روحي. خلقنا جميعا دون استثناء لكي نكون خلفاء الله على الأرض. فاسأل نفسك كم مرة تصرفت كخليفة له. هذا إن فعلت ذلك. تذكر أنه يقع على عاتق كل منا اكتشاف الروح الإلهية في داخله حتى يعيش وفقها. بتوقع القاعدة ما بدها أي إضافة، بس خلونا نفكر ونصفن هيك مع حالنا ونسأل حالنا سؤال: كم مرة قدرنا نتصرف على أنه نحن خليفة الله على الأرض؟ وقديش منمر بظروف ومشاكل ومواقف ونحن ببالنا هالقصة، ومرات ما بتكون ببالنا وبتكون مغيبة عنا. قد ايه مهم انه نحن نكون حريصين على هاي الروح اللي الله عطانا اياها، ونبعدها عن التشوهات، ونحاول نكون خلفاء الله على الارض. القاعدة 26: ان الكون كائن واحد، ويرتبط كل شيء وكل شخص بشبكة خفية من القصص، وسواء ادركنا ذلك ام لم ندرك، فاننا نشارك جميعا في حديث صامت. لا ضرر ولا ضرار، كن رحيما ولا تكن نماما، حتى لو كانت كلماتك بريئة، لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى، بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعا، وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعا نبتسم.
البعض قد يقول عن هذا الكلام انه هو كارما مثلا، في البعض يؤمن في موضوع الكارما، في البعض يؤمن في موضوع مثلا قانون اثر الفراشه، انه نحن كل شيء بنرسله للكون رح يرجع لنا. كل هذه الافكار ان كانت روحيه وان كانت علم وان كان علم طاقه وان كان شو ما كان اللي عم يتفسر له، فهي عم تصب في نتيجة واحدة. أغلبنا مآمنين بهي النتيجة، اللي هي أنه نحن قد ما أرسلنا حب للفضاء الخارجي للآخرين نحن لح نتلقى هذا الشيء، وقد ما أرسلنا كره وحسد وغيره وبغضاء لح نتلقى نفس الشيء تماما بطريقة أو بأخرى. شو ما كان تفسيرنا لهذا الموضوع فهو كلياتنا متفقين عليه بشكل أو بآخر. القاعدة 30: إن الصوفي الحق هو الذي يتحمل بصبر حتى لو اتهم باطلا وتعرض للهجوم من جميع الجهات، ولا يوجه كلمة نابية واحدة إلى أي من منتقديه. فالصوفي لا ينحني باللائمة على أحد، فكيف يمكن أن يوجد خصوم أو منافسون أو حتى آخرون في حين لا توجد نفس في المقام الأول؟ كيف يمكن أن يوجد أحد يلومه في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا واحد؟ هنا يتحدث عن أن الصوفية هي أن الواحد يتحمل الأذية وما يرد عليها. نحن يعني هذا الحكي جدا مثالي ولا يمت للواقع بصلاة برأيي الشخصي. يعني ما ضروري أنا لحتى أكون مؤمن أو أكون شو ما كان ديانتي، حتى أكون مؤمن صح أني أنا أتقبل الأذية وكل الناس يؤذوني وأنا ما عم أورد الأذية، بس يعني على القليلة أتجنبها، على القليلة ما أسمح لحدا يؤذيني. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني ما بتخيل الله حطنا على هاي الأرض لحتى نحن نعذب أنفسنا، يعني لازم نكون نقدرها ونحافظ عليها قدر الإمكان. القاعدة 32: يجب أن لا يحول شيء بينك وبين الله، لا أئمة ولا قساوس ولا أحبار ولا أي وصي آخر على الزعامة الأخلاقية أو الدينية، ولا السادة الروحيون، ولا حتى إيمانك. آمن بقيمك ومبادئك لكن لا تفرضها على الآخرين. وإذا كنت تحطم قلوب الآخرين فمهما كانت العقيدة التي تعتنقها فهي ليست عقيدة جيدة. الله ما بيحتاج وصية لحتى نحن نتواصل معه وندعي له. ما في أشخاص ممكن يتقبلوا منك تقنعهم بمبادئك أو أفكارك وإنت عم تقنعهم غصبا عنهم. في آية بتقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرحمة هي أساس العقيدة الصحيحة، فقد ما بتكون أنت رحيم قد ما العالم ممكن تسمع منك وتملك قلوب العالم وممكن تفهم مبادئك وأفكارك وتناقشك فيها بحب. أما الإجبار والغصب هو شيء مرفوض بأي معتقد ديني. إذا كان موجود الإجبار فهي العقيدة ما بتكون صحيحة. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. القاعدة 37: إن الله ميقاتي دقيق. إنه دقيق إلى حد أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه، لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة. والساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع بلا استثناء. في كل شخص وقت للحب ووقت للموت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لازم نحن كلياتنا نكون مستعدين للموت. ما حدا بيحب يحكي عن الموت، ما حدا بيحب يواجه الموت، ما حدا بيحب يشوفه إن كان في ناس بيعرفهم أو يشوفه حتى لو صدفة. ولكن نحن كأشخاص ضروري جدا نكون مستعدين لهي اللحظة، لأنه هي وقت بتجي ما فينا نأجل ولا ثانية. خلص هي رح تكون لحظة حاسمة. القاعدة 38: وحتى لو كان قد تبقى من حياتك يوم واحد يشبه اليوم الذي سبقه فإن ذلك يدعو للرثاء. ففي كل لحظة ومع كل نفس جديد يجب على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية. ولا توجد إلا وسيلة واحدة حتى يولد المرء في حياة جديدة، وهي أن يموت قبل الموت. شيء إذا حدث مبكر أو متأخر خير من أنه يبقى الواحد طول عمره عم يقول يا ريت عملت، يا ريت سويت، يا ريتني قمت في هالشيء من 10 سنين، لو أني عامله من 10 سنين كان هلأ صار عندي كذا وكذا وكذا. طب بدل ما تقول لو أنه عامله من 10 سنين عمله هلأ. أي شيء حابب تعمله في الحياة لا تستنى، الحياة ما بتستنى، بتضل ماشي، بتضل مستمرة. فخلينا نكون حذقين في هذا الموضوع ونحاول نستغل أوقاتنا في هذه الحياة.
القاعدة الأخيرة، القاعدة 40: لا قيمة للحياة من دون عشق. لا تسأل نفسك ما هو نوع العشق الذي تريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي، فالانقسامات لا تؤدي إلا لمزيد من الانقسامات. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف، إنه كما هو نقي وبسيط. العشق ماء الحياة، والعشيق هو روح من النار. يصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماء. الله خلقنا بكثير من المشاعر، إن كان مشاعر فينا نعبر عنها تجاه حالنا، تجاه خالقنا، تجاه ربنا، تجاه أشياءنا المادية مثلا، تجاه الأشخاص اللي حوالينا، تجاه أصدقائنا. ما في داعي نكبت مشاعرنا، لازم نكون واضحين وصريحين. أول شيء نحاول نصارح مع حالنا، ونحاول نعبر عن مشاعرنا قدر الإمكان مع اللي حوالينا، لأنه هني موجودين معنا اليوم، للأسف بجوز بكرة ما يكونوا معنا. ختاما، شو رأيي بهالرواية؟ أنا رأيي بهاي الرواية إنه هاي كل الناس لازم تقرأها. ما أنا رواية عادية، ما أنا رواية ممكن يمرق الواحد عليها هيك مرور الكرام. هو هذا الشخص رح يكون نفسه قبل هاي الرواية غير هو بعد هاي الرواية. أنا هذا رأيي الشخصي، وهذا الشيء صار معي. طبعا ما كل أفكار أنا بتبناها، مثل ما كررنا أكثر من مرة إنه نحنا ما فينا نتبنى أفكار هيك ببساطة. تبني الفكرة بده كتير تعقل وتفكر في الموضوع، ولكن أغلب أفكارها هي بتوعينا روحياً، وبتساعدنا لنوصل لمرحلة فيها نضج ووعي روحي. ولكن أغلب القراء اللي لح يقرأوا هالرواية لح يلاقوا عندهم بعض التحفظات. رأيي بالرواية صراحة كتير ممتع طريقة سرد الرواية والجذب اللي فيها، بحس إنه الكاتبة بتكون عم تحكي القصة من كل مناظير الأشخاص الموجودين بالرواية. هذا الشيء كتير ممتع، وبيخليك تتخيل تفكير كل شخص من الأفراد بهذا الموقف. الشغلة حلوة بالرواية اللي هي الزمنين المختلفين الموجودين بالرواية، زمن جلال الدين الرومي وزمن إلا المعاصر، وكيف أثر جلال الدين الرومي والقراءة عنه على حياته لإلا. وهذا الشيء نحن بنسعى له بالقراءة، ومنشجع عليه إنه نخلي أثر إيجابي بأي شيء بنقرأه على حياتنا. وشغلة كمان كتير حلوة وجذبتني بالرواية اللي القواعد الموجودة فيها، لما بتقرأ القاعدة كل مرة بتقراها فيها بتلاقي أفكار جديدة عم تخطر لك، وبتحس هيك قلبك كبر بهالقواعد. هذا بنصح الأشخاص إنه فعلاً إذا ناويين يقرأوا شيء يغير من نظرتهم للأمور، هاي الرواية كتير حتساعدهم، بس أكيد يقرأوها بوعي. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب إذا حبيتوا محتوانا وحبيتوا تتابعونا، وشاركونا بالتعليقات بآرائكم واقتراحات لروايات وكتب ممكن نقراها، ولحتى نحن نستمر ونتطور بمساعدتكم. ورق ولا PDF مو مهم، المهم نقرأ. صحيح إنه هذا شعارنا، وعلى الأكيد نحن منشجع كل القراء يطلعوا على جميع الأفكار المشابهة لهم وغير ذلك، ولكن دون تبنيها، لأن تبني أي فكرة يحتاج لتفكير عميق وتفكر مطول، لا يؤخذ من رأي كاتب أو فكر معين. خلونا نقرأ بوعي.